أكد أعضاء وفد مملكة البحرين الذي يزور العاصمة البريطانية لندن ممثلا عن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين برئاسة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء المركز. أكدوا على ضرورة تمكين الشباب في مجال الحوار المجتمعي والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مستوى العالم. في زيارة استثنائية قام بها وفد من كل من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين، جاءت لتؤكد عمق العلاقات وتوافق الرؤى والتطلعات مع مختلف المؤسسات المعنية بشأن التعايش والتسامح. وقد كان في استقبال الوفد صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك في كامبرلاند لوج وينزور على هامش زيارة عاهل البلاد المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة. ارتبطت عائلتي بحوار الأديان لنحو جيلين مستمرين، ونحن الآن سعداء باستقبال وفد من مملكة البحرين، هذا البلد الذي يعد كمركز تجاري هام جدا ويشهد تعايشا وتفاهما كبيرا بين عدد من الجنسيات والأديان المختلفة، وللبحرين تجربة مهمة في مجال تعايش الأديان والثقافات، ونطمح دائما للاطلاع على تجاربهم والتعاون معهم. وفد مملكة البحرين تضمن عددا من طلاب وأعضاء هيئة التدريس من كرسي الملك حمد للحوار والتعايش السلمي من جامعة سابينزا في روما والطلاب البحرينيين الذين يدرسون حاليا في المملكة المتحدة وعددا من طلبة جامعات مملكة البحرين، إضافة إلى مشاركة عدد من الطلبة البريطانيين من مختلف جامعات المملكة المتحدة لمناقشة تمكين الشباب في مجال الحوار بين الأديان والتعايش السلمي وفق رؤية جلالة الملك المفدى في القيادة المبتكرة الممثلة بكلمات جلالته في إعلان مملكة البحرين وكرسي الملك حمد للحوار والتعايش السلمي الذي تم تدشينه في روما سبتمبر الماضي. هذا اللقاء يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وهو يساهم في فتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين في مجال التعايش السلمي بين الأديان والثقافات. البحرين لديها تاريخ طويل في مجال التعددية الدينية والثقافية، ويجب أن نستفيد من تجربة البحرين في طرح العديد من البرامج القيادية التي دعانا إليها ملك البحرين. نشكر جلالة الملك على هذه الفرصة، وهذا إنجاز من إنجازات سمو جلالة الملك. طبعاً اليوم حابين ان احنا نطلع هالطابع المحلي اللي عندنا في مملكتنا الحبيبه مملكه البحرين الى طابع عالمي حول دول العالم، وطبعا بدا بجامعه سيبيانزا في ايطاليا وهي اكبر جامعه فيها طلاب في ايطاليا، وهذا تعاون بين مملكتنا الحبيبه وايطاليا. الحمد لله رب العالمين اليوم في تعاون ثاني في وينستر كامبرلاند في لندن. طبعا هذا الشيء راح يطلع القيم الإنسانية والقيم الموجودة في البحرين، ونحاول كثر ما نقدر ننشرها حول العالم. صاحب السمو الملكي الأمير أندرو أكد أن ما تقدمه البحرين اليوم من جهود كبيرة في مجال التعايش يعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك، والذي لطالما أكد عليها في خطاباته ومبادراته الوطنية والعالمية، وعبر عن سعادته لاختيار بريطانيا كإحدى الوجهات التي يسعى مركز الملك حمد للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين إلى زيارتها بشكل مستمر بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون معها في مجال التعليم ونشر السلام، مثنيا على تجربة البحرين الثرية في مجال احترام الأديان والثقافات في أجواء ديمقراطية واسعة تشمل مختلف مكونات المجتمع.